في حاجة؟ هاي هاي باي باي بسك. أنا مش مصدقة أنتوا إزاي عايشين من غير برايفسي كده خالص؟ أنتوا كل يوم بتصحوا تسبحوا على الفانيلات دي؟ قصدك مين؟ قصدك عم محمد سياحة وعياله؟ دول كانوا لابسين، ده تلاقيهم خارجين أصلا. شيريهان انت عامله ايه في شعرك؟ ليه مكتفه شعرك كده؟ مكتفاه؟ يا جهله دي طاقيه. طاقيه؟ دي شبه شعرك بالظبط. يا بت ما هو ده شعري اساسا، ما عشان انت مش فاهمه حاجه، انت وانت شعرك وهو مندي كده بتروحي ماسكاه فرداه وحاطه البنس دي بقى هي اللي بتديكي الويفي، فاهماني؟ بس انت شعرك اساسا ما ازعر مش هينفع مع الطاقيه، تعالي تعالي كل ده بصراحه طعمها تحفه. اكيد طبعا مش هاكل الشيء الاخضر المثلث ده. انت حره. اللي عايز ياكل ياكل واللي مش عايز ان شاء الله معنه طفح. شيريهان انا مش قصدي كده، قصدي اني ممكن اكل حاجه تانية، يعني لو عندكم مثلا بانكيكس، بينت باتر، سيريالز. طيب في ايه بيجي هنا دليفري؟ انت عايز دليفري؟ في فطائر المدينه المنوره، حلو. في عبغاني سي ام، ده بتاع سندوتشات بيعمل بانيهات وسبايسز وكل اللي انت عايزاه. في كمان كبده ومخ العنتيل، بس ده حامي عليكي. لا انا مش عايزه الحاجات دي، انا بتكلم على حاجات الدليفري العاديه، معك بيتزا كده يعني. انت تقصدي دول كانوا بيجوا؟ بس خلاص بقى، من ساعه ما الطيارين كل واحد فينا لما بيدخل الحته بيثبت، يا اما موتوسيكل بيثبت، يا اما هو بيثبت، يا اما صندوق بيثبت، فقطع رجليهم من هنا ومبقوش يجوا. بس لو نفسك تاكلي بيتزا، في بيتزا هانش حلوه قوي، دي يمكن احلى كمان من بيتزا هات. لا انا مش عايزه هانش، انا مش عايزه حاجه. ليه يا ربي كده؟ هو انا يعني عشان معيش فلوس مش هفطر؟ مين دي اللي معهاش فلوس؟ ده انت لو بعتي بس حاجه من اللي معاكي جوه دول، ساعه، نظاره، جزمه، شنطه، تجيبي اكبر من الشقه دي. كويس انك فتحتي الموضوع ده يا شيريهان. بصي حبيبتي، انا حاجتي دي هي اغلى حاجه في حياتي، اغلى ايفن من بابي اللي في السجن ده. وعايزه اقول لك خلي بالك قوي، انا حافظه حاجتي كلها بيس بيس وعارفاهم كويس جدا، يعني في يوم من الايام لو لقيت اي حاجه منهم ناقصه، من شابوهاتي، لبسي، جزمي، شنطي، جولري بتاعتي، اي حاجه، انا هقطم صفاره رقبتك. وعلى فكره انا عمري ما هبيعهم، لان مش هينفع حد يلبسهم بعدي. انا ممكن اولع فيهم بس ما حدش يلبسهم. طب اقول لك حاجه، انا وصيتي لما اموت الحاجات دي تتدفن معايا زي اجدادنا الفرعونات كده. Am I clear؟ يس. على فكره حاجتك دي كلها ولا تفرق معايا، عشان انا كمان حاجتي عندي كلها بالدنيا. اقول لك على حاجه، شبشبي ده يتدفن معايا عادي. جهله. ايوه سيف، ازيك؟ الحمد لله. انت ما بترديش عليا ليه؟ بكلمك بقالي كتير، كنت عايز اطمن عليكي. ثانك يو سيف والله، معلش انا كان عندي حوارات كده، هبحكي لك لما اقابلك. ايه ده، هو احنا ممكن نتقابل؟ طبعا ينفع نتقابل. الحياة دي بصه طلعت. ينفع نتقابل؟ ما نتقابلش ليه؟ وممكن نتغدى كمان، ولا انت مش عايز تعزمني بقى؟ لا ازاي طبعا. طب شوفي نتقابل على الساعه 2 كده، اصل انا عربيتي بايظه فمش عارفه اتحرك. تحب اعدي عليكي فين؟ اعدي عليكي في البيت؟ لا 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 بلاش، ممكن نتقابل في المهندسين، لان انا هيكون عندي ميتنج مع كلاينت عند بابي في الشركه، لان بابي مسافر. طيب اوكي اوكي، هقرب المهندسين وهكلمك. اوكي باي. باي باي. بتعمل ايه يا ابن الصرمه انت؟ اهو خش على جوه، خش.